من المعلوم أن وباء الكورونا يعاني منه معظم دول العالم المتقدمة والمتخلفة، إلا أن ليبيا كانت من بين الدول الأقل إصابة بهذا المرض نتيجة لالتزام الشعب بالتعليمات الصادرة عن اللجنة المكلفة بمكافحة هذا المرض، إلا أنه في الآونة الأخيرة اللجان المشرفة على المنافذ البرية والجوية لم تراعي الدقة في فرز في إجراءات فحص هؤلاء الناس القادمين إلى البلاد وخلوهم من هذه من هذا الفيروس. الأمر الثاني عدم التزام الناس بالتعليمات الصادرة عن اللجنة المكلفة بمكافحة هذا المرض وتغليبهم لعلاقاتنا الاجتماعية وروابطنا الاجتماعية وعاداتنا وتقاليدنا اللي قد تسبب زيادة انتشار هذا المرض دون مراعاة خطورته على الصحة العامة وعلى صحة المجتمع. موضوع الكورونا طبعا في ليبيا استهزينا عليه وقلنا الكلام هذا كاذب ما فيش بكل، وكما كما احنا نشوفه تو في انتشار عندنا في طبرق وفي بنغازي وفي الغرب، لكن نسأل الله ان نكونوا خذينا منه درس ونمشي على الوقايه مزبوط، يعني ما نصفحوش ما نضبطوش بعضنا ونبعد بعضنا شويه، عرفت، ونمشي بالكمامات ونمشي بالقفازات. والله نحن كليبيين قعدنا يعني مع عدلنا على الموضوع هذا وقعد في ازدحام على المصارف وعلى الكوش والمناسبات والعزوات، فتم في استهتار في الموضوع، فهذا السبب في انتشار الفيروس هو استهتار المواطنين. في البداية ان اغلب الناس كانت مفكرة ان هذا موضوع الغرض منه هو افزاع الناس وانها دعاية لا حقيقة لها، لكن مع تزايد عدد حالات المصابين اتضح بان الامر خطير ويجب اتباع الاجراءات التي وصلت عليها اللجنة العليا مكافحة هذا الوباء.